مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة على السطر. مشاهدي الكرام، كادر برنامج نقطة على السطر متواجد اليوم في صرح علمي وتعليمي وطبي مهم في مدينة تكريت وسط محافظة صلاح الدين. اليوم متواجدون في مستشفى تكريت التعليمي، هذه المستشفى اللي كانت تقدم في فترة من الفترات خدمة طبية وعلاجية مهمة لأبناء محافظة صلاح الدين، لكن الدمار طالها خلال الفترة الماضية بسبب إرهاب داعش الإجرامي. بفضل سواعد الأبطال والأخيار رجعت هذه المستشفى لتفتح أبوابها من جديد أمام المواطنين من أبناء محافظة صلاح الدين بمختلف أقضيتها ونواحيها حتى تقدم لهم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم. ما أطيل عليكم مشاهدينا الكرام، سوف تكون لنا اليوم جولة ميدانية في أروقة ورادهات مستشفى تكريت التعليمي برفقة مديرها ألا وهو الدكتور نوفل خزعل حديد حتى نوصل الصورة الأشمل والأوسع لكم مشاهدينا الكرام. أحبتي المشاهدين، سوف أبدأ محاور وفقرات هذه الحلقة، خلوكم معنا. حياكم الله جديد مشاهدينا الكرام، ومثل ما قلنا نحن اليوم في ضيافة الدكتور نوفل خزعل حديد مدير مستشفى تكريت التعليمي. حياك الله يا دكتور نوفل، ضيفا مرحبا بك في قناة صلاح الدين، ولقاؤك يتجدد في برنامج نقطة على السطر. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، شرفتونا ونورتونا، كل الهلا بكم. تحياتنا لك. بداية يعني نتقدم لكم بأسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة تسلمكم منصب مدير مستشفى تكريت التعليمي. إن شاء الله تكونون على قدر عال من المسؤولية، وإن شاء الله تقدمون الأفضل لمواطننا الكريم خلال المرحلة المقبلة. دكتور، يعني إحنا قلنا اليوم نسوي جولة ميدانية مع حضرتك في رادهات وأروقة مستشفى تكريت التعليمي، لكن بداية بعد تسلمك هذا المنصب، ما هي أولى أولويات عملك ومن أين بدأت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بكم أستاذ أحمد. حياتنا إليك. كادركم المتميز قناة صلاح الدين الفضائية. حياك الله. في مستشفانا. طبعا بعد أن كلفني سيدي المدير العام المحترم بإدارة المستشفى وباشرنا بمهام الإدارة. تعرف أستاذ أحمد المستشفى هي يعني عندما استلمت من اليو إن دي بي هي مجرد بناية. طيب. كان تجهيز هذه البناية 75% من التجهيز هو على محافظة صلاح الدين. طيب. على عاتق محافظة صلاح الدين، 25% يعني على منظمة اليو إن دي بي. طيب. كانت يعني بعض الأجهزة اللي هي لتأتيث المستشفى الأجهزة الطبية واصلة في قسم الصيدلة، باشرنا باستلامها. طيب. وباشرنا في تنصيبها. زين. هذا الكلام يعني بداية شهر الواحد، بنهاية شهر ال 12. العفو، بداية شهر ال 12. بداية شهر ال 12 باشرنا بتنصيبها. أثاث طبي موجود، جزء كبير من صالة العمليات. طيب. يعني الطاولات العمليات غيرها، بعض جزء من الأسرة العناية المركزة. في نفس الوقت كلفنا برئاسة لجنة تجهيز المستشفى. طيب. من قبل السيد المحافظ المحترم. بدينا نكمل عمل اللجنة السابقة. تعرف الأجهزة الطبية هي ما موجودة في المخازن. هي يعني هذا سؤالي، وين يعني شفتوا المعوقات والتحديات والمشاكل اللي واجهتكم طيلة هذه الفترة؟ كيف تم التغلب عليها ووصلتوا إلى هذه المرحلة من الإنجاز والتأهيل لهذه المستشفى؟ أستاذ أحمد، اللجنة السابقة اللي كانت مشرفة على الموضوع، على موضوع تأثيث المستشفى. طيب. كانت لها اتفاقات مع مكاتب وشركات رصينة. شركات عالمية. طيب. بس لها تمثيل ومكاتب في العراق، تعرف على مود موضوع الصيانة وقطع الغيار. نعم. والمواد الأولية.
من استلمنا احنا رئاسة اللجنة كملنا عمل اللجنة السابقة زين، واللي هي بقينا على نفس الشركات. مثل ما قلت لك الأجهزة الطبية ما موجودة في المخزن، يعني مستحيل أحد يقدر يجيب جهاز مثلا بمليون دولار ويخليه بالمخزن ينتظر يبيعه. طيب كلها تصنيعية حسب الطلب يعني على الأوردر. فاللجنة السابقة كانت يعني متوصلة إلى اتفاقات مع المكاتب، احنا جينا كملنا هذا. دكتور نوفل، ايش قد نسبة الإنجاز إعادة تأهيل البناء لحد هذه اللحظة، لحد إجراء اللقاء مع جنابك الكريم؟ 80 أكثر أقل قبل ما نذهب في الجولة الميدانية؟ ما نقدر نحكم، احنا كبناية كأعمال ميكانيكية كهربائية مدنية طيب. هي مستلمة ومية بالمية اكو بعض الأعطال تصير جانبية، يعني قسم الهندسة والصيانة بالتعاون مع السيد المدير العام والدائرة مشكورين. كتأثير تقريبا 80%، بس كمستشفى احنا حتى 1% زين او 2% تأثر عرق العمل. مثل شنو هاي 20% على اي محاور تتوزع اليوم؟ 20% يعني باقين ان شاء الله احنا ينصب معمل اكسجين زين طبي وغازات طبية توصل الى غرف المرضى. مش قد المدة الزمنية او السقف الزمني؟ يعني اتصور خلال اسبوع 10 ايام يكمل ان شاء الله. خلال اسبوع 10 ايام طيب. بالإضافة إلى بعض الإمدادات الغازات الطبية اللي يعني يكون يم المريض بالسكتات وبالعمليات أيضا راح يبلشون به الأسبوع القادم. يعني ما راح نشوف قناني الأكسجين في ردهات المستشفى، يعني في كلامك راح يكون مركزي توزيع؟ مستحيل قنينة الأكسجين تصل. تعرف قنينة منظرها أولا، ثانيا تأذي الأرضية، تأذي المصاعد، تأذي مستشفى. هاي المنظومة الأولى من نوعها اليوم أم معمول بها في باقي المستشفيات؟ أم هي الأولى على مستوى المستشفى، مستشفى تكريت التعليم؟ أتصور على مستشفى يعني على نطاق تكريت هي الأولى. غير مستشفيات طيب. المستشفيات الحديثة بي المستشفيات القديمة إذا أفهم من كلامك دكتور أنه المستشفى سوف تعود بحلة جديدة إن شاء الله وبمنظومة جديدة شاء. راح ترضي وتخدم مواطننا في محافظة صلاح الدين بمختلف الأقضية والنواحي. أنا أريد أستغل وجودك معانا دكتور، وإذا تسمح لنا أنه نذهب بهذه الجولة الميدانية مع حضرتك على ردهات وأقسام المستشفى لو سمحت. حاضرين، إحنا يمكن صار فارق أسبوع. طيب قناة صلاح الدين قبل أسبوع وعشرة أيام. هذه إنجاز لكم خلال أسبوع أنه نوصل إلى شيء مرحلة من الإنجاز. راح نشوف نفس المكانات. بشر بخير هذه إن شاء الله. فإذا تسمح لنا نذهب بهذه الجولة. السلام عليكم. هذا القسم الأول. بداية دكتور حدثنا عن هذا القسم بماذا يختص؟ هذا القسم الأول بالمستشفى قسم العلاج الطبيعي. قسم العلاج الطبيعي، قسم واحد فقط. نعم. دكتور. قسم واحد. طيب. عبارة عن المفروض 8 أسرة. راح تصير الردهة بصفة أيضا. الثانية. أيضا تصير بها عدد من الأسرة. أجهزة علاج طبيعي متكاملة. طبعا كل المنشأ مالتها كلها ألماني. يعني من شركة ألمانية متخصصة. منشأ واحد منشأ يعني مصنع واحد. نعم. طيب. إلا أصور جهاز واحد من الأجهزة أمريكي الصنع. والباقي كله. يعني أفهم من كلامك دكتور أنه لا يوجد نقص الآن في قسم العلاج الطبيعي. تمام متكامل. وجاهز لاستقبال المواطنين أو المراجعين خلال الفترة المقبلة. يمكن الأستاذ جابر أيضا هو جابر مسؤول على قسم العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي. حدثنا أكثر عن. خبير بالأجهزة هو أيضا. قسم العلاج. الطبيعي. هذا أبو حدا يكفي من يقول لك خبير بالأجهزة. أجهزة أكيد عندك يعني. الله يحفظك. تفضل أستاذ جابر. قسم العلاج الطبيعي ماكو قسم متكامل، هاي القاعة اللي تشوفوها قاعة رجال علاج للرجال. طيب. القاعة الثانية قاعة علاج النساء. الأجهزة اللي طلبناها كلها أجت الحمد لله والشكر، ماكو بجهود
قسم الرجال وقسم النساء هسه من تقدر تشوفه نفس طيب. الأجهزة اللي موجودة هنا هناك ومن مناشع عالمية، أجهزة الليزر، أجهزة الشوك بالصدمة، أجهزة العلاج بالتبريد، الأشعة القصيرة، الأشعة تحت الحمراء، الجهاز بالليزر، العلاج بالكهرباء، سحب الفقرات، العلاج بالمغناطيس، كل الأجهزة أكثر من. أستاذ جابر، يعني بعد هذا التجهيز وهذا الإيضاح لقسم العلاج الطبيعي، أريد نعرف العاملين في هذا القسم من أهل اختصاص. أهل اختصاص كامل. طيب، طبيب اختصاص زائد المعالجين الطبيعيين. طيب، رسالتكم احنا بعدنا على وجه افتتاح ودي نشوف الجمالية والرونق حقيقة الخاص بمستشفى تكريت التعليمي، داخلين فندق الحمد لله، ما داخلين يعني الطبيب من يجي او عذرا المراجع من يجي هو مريض ويشوف هذه النظافة هو الحافظ يرتاح. فأنا قصدي ما هي رسالتكم اليوم الى المواطن؟ هاي المستشفى موجودة في خدمة محافظة صلاح الدين وبالأخص أهالي تكريت، فاللي ندعوهم المحافظة على هذا الصرح وعلى هذا البناية طيب. كأنما يعني شيء جزء من عندهم، هي موجودة لهم ولخدمتهم، فالمحافظة على نظافتها تبقى مثل ما هي، لأن الأول المصدر الأول والأخير هي هاي المستشفى اللي هي تعتبر واجهة في صلاح الدين. نتمنى على أطول فترة ممكنة، احنا نريد 10 أيام أو أسبوعين دكتور أو شهر بعد الافتتاح ونشوف الوضعيه، يعني للاسف ايضا معانا يمكن السيد المعاون الاداري لا يكفينا وقت شركه متخصصه. اجراءاتكم دكتور يعني بهذا اللي صادت. طيب حياكم الله، اهلا وسهلا. مستشفى تكريت التعليمي، بالنسبه لموضوع النظافه تم التعاقد مع شركه بنغاليه بخصوص الإدامة والتنظيف، وكذلك تم البدء بالعمل بالحدائق الخارجيه للمستشفى لأجل إضافة جمالية للمستشفى والنظافة هذه مسؤولية المواطن ومسؤولية الموظف، يعني إيد وحدة ما تصفى طبعا مهما كان. هي العمالة أجنبية راح تكون عمالة أجنبية، بس مهما كان لازم تعاون المواطن. إذن الوعي والإدراك والمسؤولية اللي تحل بها المواطن راح تساعدنا على الهدف الأول في الحفاظ على جمالية وإيجابية هذا المكان. يعني مشاهدينا الكرام مستمرين بعد يعني معكم في هذه الجولة الميدانية برفقة دكتور نوفل، وراح نذهب إن شاء الله إلى باقي الردهات والأقسام والشعب الخاصة بمستشفى تكريت التعليمي. خلوكم معنا. بالعكس، هذه صورة حتى يشوفها مواطننا مشاهدنا الكريم، أنه حتى في ساعات متأخرة من الليل حقيقة دكتور يعني أكو عمل متواصل ودؤوب من قبل القائمين على يعني هذا. نحن عندنا 5 أجهزة أشعة إن شاء الله، 5 قاعات. قاعتين. طيب. 3 4 5. زين. 5 قاعات الأشعة. طيب. 2 منهم شركة شيماتزو اليابانية. و3 منهم شركة جي إي الأمريكية. ضعفنا العدد هنا في عدد الوحدات. قبل يمكن كانت وحدة أو اثنين، كانت اثنين، هسه صارت 5. صارت 5. طبعا هذه القاعات كلها مرصصة بالكامل، تعرف خطر الإشعاع أكيد هنا. نعم، القاعات مرصصة بالكامل وأيضا الرنين المغناطيسي، وهنا إن شاء الله راح يصير غرف الأطباء اللي هي سونار، أيضا جهازين سونار. نشوف الحركة مستمرة حقيقة، ونشوف الأعمال يعني جارية على قدم وساق. تفضل يا دكتور نوفل. تفضل أستاذ أحمد. مثل ما قلت لك هذه هنا راح يوصل جهاز أشعة، هذا جهاز أشعة. طيب هذا شيء مانزو ياباني صنع الياباني تمام، واللي هو نفسه كان بالمستشفى أول ما صارت. إيش قد راح ياخذ وقت دكتور نصب هذه الأجهزة في كافة القاعات وأنتم على وشك الافتتاحية خلال الشهر المقبل إن صح التعبير؟ إيش قد راح ياخذ منك وقت؟ بالنسبة لنا احنا هذه الأجهزة صور خلال يومين أو 3 إن شاء الله، خلال يومين أو 3 تبقى. طيب. الأجهزة بالقاطع الآخر اللي هي الشركة جي إي هذه على أعتقد UNDV يعني اتصلنا بهم بلكي هالأسبوع أسبوع القادم جي توصل الأجهزة. أيضا دكتور بدي أسألك، أنه مستشفى تكريت التعليمي من كم طابق اليوم تتكون؟ 6 طوابق. الستة اليوم يعني بها الإعمار والتأهيل بشكل تام وكامل؟ كلها كاملة. طيب، ما هي الاختصاصات في كل طابق من هذه الطوابق؟ الطابق السادس إن شاء الله راح يكون طابق الجناح الخاص. طيب. زائدا وحدة أمراض دم أو مركز أمراض الدم السريري. زين.
الطابق الخامس راح يكون الامراض الباطنيه رجال ونساء. الطابق يعني مقسوم قسمين، راح يكون امراض باطنيه رجال ونساء. الطابق الرابع راح يشمل الاختصاصات الدقيقه اللي هي انف واذن وحنجره، طيب، وكسور جراحه وجه وفكين، العيون، و والتجميليه ايضا. تجميليه هذه كانت موجوده قبل؟ نعم كانت موجودة. نعم. طيب بس كانت كوادر ماكو، كجراحة تجميلية كوادر ماكو. الطاقة الاستيعابية اليوم للمستشفى بشكل عام 480 سرير. 480 سرير، هذه ما راح يزيد عليكم المسؤولية والعبء خلال الفترة المقبلة دكتور؟ أكيد، بس كجهود وكإنتاج وتقديم خدمة للمواطن. سيدي المدير العام متابع يعني بشكل يومي وبشكل على مدار ساعة أيضا. يعني قبل شوي يمكن دا أحكي عن الأستاذ رياض. نعم. يعني يمكن اتصل بي 10 مرات اليوم جمعة. اكثر من 10 مرات. لأني يعني افهم من 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 كلامكم استاذ رياض ولا يكون الاستاذ ايضا، يعني نشوف العمل مستمر من ساعات الصباح الاولى الى غايه ساعات الصباح، يعني الليل ودوام مسائي واتصالات وداخلين انذار من اجل انجاز يعني اكبر قدر ممكن من ال، كلها جهود جباره وايجابيه تحسب لجنابكم بالدرجه الاولى. تفضل يا دكتور. تفضل. أول جهاز ده ينصب في جهاز الأشعة. تحياتنا لهم وجهودكم الجبارة والعظيمة حقيقة. طيب احنا قلنا كل إنذار اليوم في حدثنا أكثر، حتى الشركات مدخلين إنذار. جيد، حدثنا أكثر عن معطيات هذا الجانب، كلها من منشأ واحد اليوم دكتور؟ لا. هل هي ضمن المواصفات الهندسية والفنية اللي انتو كاتبيها بال؟ طبعا طبعا زين. اكيد اكيد الاجهزة كلها اللي طلبها هم الاطباء الاختصاص على. طيب. يعني مثلا طبيب اختصاصي اشعة طلب هذا الجهاز بمواصفاته الفنية بي 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 مثلا اجهزة العلاج الطبيعي الاطباء طلبوها، اطباء المفاصل وكذا، كل اجهزة يعني طلبوها الاطباء. بقى المناشئ يعني يعني مثلا هذا الياباني. الياباني اكو فرق اليوم بين الياباني والالماني؟ يعني نفس الاداء نفس الجوده نفس ال... لأن بالعراق احنا اغلب مستشفياتنا تستخدم شيمازو. طيب الياباني يعني حتى شبابنا يمكن اقسامنا الهندسه والصيانه طبعا عندهم خبره بصيانتها وكذا. وطبعا الشباب هذه اهم فقره أهم فقرة، فقرة الصيانة لمدة خمس سنوات. لمدة خمس سنوات. احنا نتمنى بعد ما ينصب هذا الجهاز بهذا الشكل وبهذه الطاقات وبهذه الجهود يتم المحافظة عليه يا أستاذ رياض. طبعا أستاذ دكتور نوفل محافظة يعني لا شهر شهرين ونضطر أنه ندور أبو صيانة تعال يا بها خليطة شركة موجودين خمس يعني. سنوات هذه آخر شيء نفكر بها إن شاء الله دكتور. بس احنا قصد أنه نحافظ على الممتلكات العامة إن شاء الله الموجودة داخل المستشفى منتسبين يعني إن شاء الله على قدر المسؤولية. جيد جيد، البركة بكم وبالأخوة إن شاء الله. وين نتجه يا دكتور نوفل؟ نتجه للنعاش. إلى النعاش. تفضل. شكرا جزيلا شباب. شكرا جزيلا. يابانية المنشأ شركة باراماونت كهربائي راح تنزل امدادات الاكسجين. طيب. فوق راس المريض ان شاء الله المركزي يعني اللي قلنا عليه المركزية. نعم. راح ننزل هنا بشكل افقي راح يصير والبردات راح تنزل زائدا اخو مونيتر جهاز مراقبة المريض راح تكون التلفزيون هنا والشاشة الرئيسية هي من الطبيب. يعني خلي احكيها دكتور يعني غرفة فندق حقيقة خاصة. حتى معتنين باختياركم للألوان الهادئة للمريض اللي يجي ويرقد مريح للعين. طيب. أكيد. زين؟ أكيد هذا اللون يكون مريح للعين حتى شوية نفسيا. أريد أسألك يا دكتور بما أنه وصلنا إلى يعني الأسرة بالنسبة للمرافقين للمرضى أكو قوانين راح تحدوهم بها؟ يعني إحنا كنا نعرف
كل مريض يجي استاذ رياض تجي وياه عشيره دكتور هم واكلهم حقيقه دكتور صح. وكنا نشوف الاكل والكذا باروقه المستشفيات صح. شو راح تتعاملون مع هذا الموضوع مستقبلا؟ والله توجيه السيد المدير العام المحترم بانه ممنوع دخول المرافقين، اكو وقت زياره ممنوع دخول المرافقين حتى يسمع زيارة. المواطن نعم. طيب او زيارات زين كل مريض راح يكون معه مرافق واحد ادخال الاطعمه زين اكيد واحد ممنوع ادخال الاطعمه ممنوع التدخين داخل وقت المستشفى طيب مثل ما اتكلم لك استاذ رياض بانه راح تكون راح يصير تعاقد يعني سيد المدير العام موجه بانه يكون تعاقد مع شركه مختصه بالتنظيف جيد ان شاء الله عناصر الاستعلامات في المستشفى راح يكونوا استاذ رياض يعني نتمنى انه تعطون هذا الموضوع اولويه واهميه في عملكم خلال الفتره المقبله يعني مريض شهر شهرين وبعدين نشوف الحاله تتكرر مثل ما كنا نشوفها سابقا هذه الإجراءات الصارمة قصدي دكتور تبقى مثل ما هي إن شاء الله طيب حكيت على الأكل والأطعمة والتجهيز وبما أنه أستاذ رياض معانا اليوم يعني في هذه الجولة للمعاون الإداري الفندقة والإدارة أيضا هي من أسس نجاح المستشفيات والمراكز الصحية حدثنا أكثر على هذا الملف وهو من ضمن اختصاصك أستاذ بخصوص الفندقة ما يخص مستشفى تكريت التعليمي راح تكون هناك وحدة استعلامات طيب. رصينة عندها التزامات بالواجبات المكلفة بها هي ممنوع إدخال أي الأطعمة نعم. من الأطعمة والجقائر وغيرها اللي طيب. راح تسبب بعض المشاكل المستشفى من النظافة أما المرضى بخصوص أكل المرضى فهناك مطعم موجود داخل المستشفى احنا شفنا يمكن الكافتريات والمدينة كاملة ما شاء الله يوم مستشفى داخل المستشفى خاصة بالأطعمة شركة متخصصة بالتنظيف أيضا السيد المدير العام مشكور وجه بالتعاقد مع شركة متخصصة بالتنظيف طيب. كل هذه مجانا راح تكون مجانا من أطعمة راقية ومن جودة الكافتريات اللي شفناها اليوم برا أثناء تصويرنا هذه أيضا من ضمن الرقعة الجغرافية للمستشفى وتقدم خدمة إلى اللي يريد يشتري فد حاجة يحتاجها من برا طيب من المرافق للمريض أما المريض ما يحتاج شيء كل شيء متوفر إلى علاج إذا مثل ما قلنا مدينة متكاملة إن شاء الله وغرفة خمس نجوم وإذا نحافظ على جماليتها وأني مريض أطب والله أشفى قبل لا أخذ العلاج أو بهذه النظافة وبهذه الجودة حتى الريحة طيبة اليوم بالمستشفى يا دكتور حقيقة فنتمنى الحفاظ ما مشغلين الدافعات المركزية للتمرين احنا ما يعني اليوم ليس فقط حلقتنا انه سلط الضوء على التجهيز والإعادة والبناء ايضا توعوية وارشادية لمواطننا اللي جاي خلال الاسابيع المقبلة حتى يفهم حجم الجهود اللي قاعد تبذل في سبيل نقدم له خدمة جاهزة لمواطننا الكريم وين تحب نتجه يا دكتور نتجه للطوابق تفضل مصعد اليوم في مستشفى تكريت التعليمي دكتور نوفل في استاذ رياض شويه دق مني بس انه 13 مصعد 13 مصعد كلها داخله الى الخدمه دكتور نوفل والله في عندنا هذه مجموعه المصاعد هذه يمكن السيد المعاون الاداري اي كان بها عطل ادامه اسبوعيه او كذا ادامه اسبوعيه طيب هذه بها اختصاص يعني هذه المصاعد مختصه لحاله معينه ام تاخذ يعني شيء عام استاذ رياض وهي مختصه هاي بالنسبه هاي المرضى طيب الأسرة مع المرضى مصعد كبير مصعد كبير يكون أها طيب جينا على هالحركة هذه يا دكتور التعامل مع الأزرار والله احنا لا نريدها يومين ثلاثة ونشوف الأزرار متدلية او يعني صايبها نوع من العطل من قبل استخدام قبل المواطن والله احنا بطور ان شاء الله اتفاق ويا سيد مدير المستشفى وسيد مدير عام على تخصيص موظفين او خدمين يكونون مختصين هم يوقفون هنا وهو يتعاملون مع المصاعد لان عندنا المواطن ما شاء الله يعني يحسها بقوه يعني خلينا نتفضل جوا دكتور نوفل اذا تسمح هذا المصعد هاي مصاعد طيب. كبيره مصاعد كبيره في السديه طيب جيد 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 نوضح الصورة لمواطن الكريم طيب
قبل ما أتكلم عن تفاصيل ومعطيات هذه الوحدة المهمة، احنا نعرف في الأروقة دكتور نوفل إذا تسمح لي أنه تكون هناك مؤشرات في الأرضية تمام، ويعني إشارات تعريفية وإرشادية بالنسبة للأشعة، بالنسبة للرنين، بالنسبة للوحدات الأخرى، هل سوف يتم العمل بها؟ أكيد راح يصير التخطيط من العيادات الاستشارية أو من مدخل إذن المستشفى. من البداية من مدخل المستشفى. طيب. يدخل المراجع إذا يمشي على الخط الأصفر راح يوصل للأشعة. زين. إذا يمشي على الخط الأخضر راح يوصل للمختبر. وإذا أكو خط آخر أيضا راح يوصل للإدارة القطاع الإداري. جيد. تمام. يعني. الخدمات العامة. جهاز الرنين. إحنا كنا نتمنى إنه ندخل جوا، لكن بسبب التذبذبات تظهر مع إشارة الكاميرا ويعني سبب إنه. فحدثنا أكثر عن هذا الجهاز، وهل هو جهاز واحد على مستوى المستشفى يا دكتور؟ جهاز الرنين اي نعم جهاز واحد في مستشفى تكريت التعليمي، واكو اخر في المستشفى الثانيه مستشفى صلاح الدين العام ايضا عندنا جهاز اخر. الميزه بهذا الجهاز بانه نقدر في لبعض الحالات الاطفال زين ما ممكن يبقى مستقر وثابت تحت الجهاز. طيب. فتم تجهيزه بعربه تخدير يسموها متكامله او مترابطه مع بالنسبه للاطفال. نعم. يعني مع جهاز الرنين. طيب. حتى ينطول الطفل تخدير قبل لا يدخل من يدخل حتى يكون ثابت لا يتحرك يعني داخل الجهاز. ايضا هذه الفقره ما كانت معمول بها سابقا، ما كان معمول بها هذه الاولى من اول مره في صلاح الدين. بس ايضا هسه المواطن اللي ربما يسال دكتور يقول مستشفى بهذه الطاقه وبهذه الحجم ليش يعني جهاز واحد فقط موجود بها؟ نقدر نوفر اكثر من جهاز حتى نستقطب اكبر عدد يعني قدر ممكن من المواطنين. بالنسبه لجهاز الرنين هو اكو جهاز اخر يعني بس هذا شوي راح يتاخر تنصيبه يجوز نهايه العام. يعني اكو جهاز نعم ثاني. اكو جهاز ثاني موجود يعني حاليا ايضا داخل المستشفى. طيب. يعني اكو بعض الامور مع الشركه مع الشركه الراعيه للجهاز. زين. وراح يجينا جهاز مفراز ان شاء الله. جهاز مفراز. طيب. جهازين مفراس، واحد راح يكون مختص بالقلب واخر جهاز مفراس عام. هسه حاليا شغال هذا الجهاز شغال اذا يشوفون شغال الشباب شغال. يعني يا ريت استاذ محمد او استاذ اثير يصورونا وياخذونا مقتطفات من عمل هذا الجهاز. جهاز ماركت فيليبس هولندي. هولندي. طيب. يعني انا شفت الشيء الجميل بتجهيز الاجهزه انه مو من منشأ واحد دكتور، ماخذين عده مناشئ بالنسبه للاجهزه والافضل الافضل عندنا الافضل بال بال بالدرجه الافضل بتقييمنا يعني احنا يكون سهل الصيانه وبضمان وترتب عليه خمس سنوات عدة خمس سنوات صيانه وقطع غيار. طيب. يعني ان شاء الله منها خمس سنوات ما نفكر بالجهاز ان شاء الله اكثر من هذه وان شاء الله هي شاء الله. اجهزه رصينه امتصاص. طيب لذلك عطلاتنا قليله. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم وهذه الجوله الميدانيه في اروقه مستشفى تكريت التعليم، خلوكم معنا. التخدير في صالات العمليات، مخزن التخدير في صالة العمليات، مخزن المختص بأدوية التخدير وأجهزة التخدير. المختصين الكوادر العاملين ضمن اختصاصهم في مستشفى تكريت التعليم يكفون بالغرض يا دكتور بصراحة نتكلم ان شاء الله يكفون ويوفون. انتوا حاطين الاعداد الجايه من المواطنين اكيد خلال أكيد. صلاح الدين كبيره وفي اعداد كبيره من السكان. اقول الملاك القياسي لمستشفى تكريت التعليم الملاك القياسي. طيب. السيد المدير العام وجه مشكورا بانه يكون العمل على الملاك القياسي والتوصيف الوظيفي. جيد. يعني ما ممكن مثلا اجيب ممرض حتى اخليه يشتغل مساعد تخدير. احسنت. تمام. كل من باختصاصه باختصاص. واولويه اكيد لاهل الخبره واللي عنده باع طويل بهذا الموضوع. لكن ايضا اريد اسالك دكتور نوفل يعني في الليل او الحالات الطوارئ اكو مختصين راح يتواجدون في مستشفى تكريت؟
طبيب اختصاص في يعني كافة الاختصاصات، يكون طبيب اختصاص خافر. طيب. وكوادر أيضا. طيب. مختصة خافرة. يعني كوادر في تحضير وكجراح عام باعتبار احنا نسب العمليات في صالات العمليات. لكن هذه الصالات نعم عمليات في المستشفى الداخلية ما راح تشتغل حالات طارئة. عندنا احنا المستشفى الحالات الطارئة راح تنشغل في قسم الطوارئ يكون تابع للمستشفى. وبعد أن تستقر حالة المريض شو نوع الخدمة حتى يفهم المواطن، نوع الخدمة اللي راح تقدمها مستشفى تكريت التعليمي؟ خدمة متكاملة بداية من الطوارئ إلى كافة الأقسام الطبية. ومثل ما عددت لك الطوابق طيب. كافة الاختصاصات راح تكون موجودة. أكو نية للاستعانة بأطباء ذوي اختصاص من خارج البلد أم اللي عندنا يكفون اليوم؟ وإن شاء الله اللي عندنا يكفينا، لكن أكو بعض الاختصاصات نادرة ربما نحتاجها في علم الطب اليوم. يعني تناقشنا مع سيد المدير العام بأنه بعض الحالات اللي ما ممكن يعني إجراء تداخلات عنها يعني طيب. راح يتم الاستعانة بكادر أجنبي بدل ما يعني المريض يسافر برا، راح يجي الكادر هنا يسوي عملية لي أكثر من المريض، لأنه هاي المستشفى يمكن أتمنى أنه يتم تطبيق هذه الفقرة. وش قد راح يخفف لي العبء والكاهل على المواطن اللي يدفع بالملايين في سبيل يتعالج خارج هنا حكومة موجودة متوفرة. أكيد موجه بأنه تكون مركز استخدام طبي هذا المستشفى حتى يعني تفاهمات معينة مع الوزارة ومع معالي الوزير جيد المحترم بأنه يكون مركز استخدام طبي. طيب نقدر نشوف صالة العمليات دكتور نوفل؟ أستاذ أحمد مشاهدي الكرام ما زلنا مستمرين معكم وهذه الجولة الميدانية في مستشفى تكريت التعليمي برفقة الدكتور نوفل والكادر الإداري والكادر الطبي. أستاذ أحمد رئيس مساعدين تحضيرات مسؤول صالات العمليات الاسم يكفي إلى فخامة وإلى فد مكانة والله يعينكم على المسؤولية الجايتكم خلال الفترة المقبلة. حدثنا أكثر عن معطيات عملك وشلون تقدرون تحكمون بالمواطن؟ مسؤول العمليات مسؤول عن تجهيز صالة العمليات كاملة طيب. للنعاس الجراحي. فهسه العمليات تقريبا مشينا مرحلة كلش متقدمة بالموضوع وإن شاء الله على قهوة الاستعداد شوكة ما يمر، بس وقت المستلزمات الطبية تجهز زين تكمل المستلزمات إن شاء الله حاضرين. نقدر نسوي عملية الأسبوع الجاي؟ إن شاء الله 10 سنين على يعني هذه بشرى إلى مواطننا الكريم وتحدي حقيقة للعمل اللي شفناه. إذا تكون هناك عملية جراحية في مستشفى تكريت التعليمي خلال الأسبوع القادم يا دكتور نوفل. شلون تعامل دكتور نوفل وياكم اليوم كمدير ومن مركز أعلى؟ وشو تطلبون من عنده أنتم ككوادر طبية وتحت مسؤوليتها؟ ما تطلب هي المستشفى والرجال يركض بإيده وبرجله. طبعا بالمناسبة أستاذ أحمد منصور طيب بين وبين الواتساب مفتوح دائما، لذلك الوحده باللي لديك ما شغله يدز لي اياها يعني الواتساب ما شاء الله عامر بينه. وهذه نتيجه العمل الدؤوب والعمل الجماعي بتجهيز. طيب كل الادوات اليوم مجهزه استاذ احمد اللي تحتاجوها بمجال عملكم؟ خلينا نقول الادوات الرئيسيه او المواد الرئيسيه 90% جاهزه. 90% الادوات الجراحيه يعني هسه نقدر نشتغل عمليات يعني ما اقول لك فتح قلب او هذا لا. شنو مستوى نوعيه العمليات ومستوى تقدرون تشتغلوها اليوم في مستشفيتك التعليمي خلال هالفتره هذه؟ كل الاختصاصات عدا يعني جراحه القلب طيب بعدها ما متوفره لانه قسم القسطره بعدها ما كامل زين يعني يحتاج ربطه بقسم القسطره. وعندهم صارت عمليات ايضا مختصه بعمليات القلب المفتوح طيب يعني هذه ان شاء الله بالمستقبل القريب راح تكمل ان شاء الله. وإلا كافة العمليات عندنا كلها متاحة النسائية والولادة إلى الأطفال إلى الجراحة العامة عيون كسور بولية كل الاختصاصات. أتمنى لكم إن شاء الله المزيد من الموفقية والنجاح في مجال عملكم أستاذ أحمد، والله يعينكم مثل ما قلنا على المسؤولية اللي جاية، الله يكون بعكم إن شاء الله. دكتور نوفل وين نتجه الآن؟ نشوف صلاة العمليات تجهيزها؟ تفضل يلا.
العمليات الرئيسية. صالة العمليات الرئيسية. خمس صالات زادنا اثنين صالة توسعة جديدة. صارت سبع صالات. طيب. من تفصيل الجراحي إلى أوضينات التعقيم. إلى فوت هاي صالة نشوف استراحة. بصمة. بصمة يعني حساس. طيب. حتى لا يلزم. يعني يكون الجراح معقم. خلينا ندخل دكتور. هذه صالة عمليات الأنف وأذن وحنجرة زائدا العيون. أنف وأذن وحنجرة زائدا العيون. هسه هذه تعتبروها جاهزة كاملة دكتور لاستقبال حالة معينة يعني على سبيل المثال؟ إن شاء الله جاهزة إلا إمدادات الأكسجين يمكن الغاز إمدادات الأكسجين اللي تكلمنا عليها من 20% اللي ضالة أنه إن شاء الله خلال هالأسبوع يعني يتم العمل بها. يعني كاملة إن شاء الله الأوردرات مالتها بس النصب. يعني أثناء الفاصل تكلمت أنا وأستاذ رياض يعني على العمليات قال إن شاء الله ما عندنا مواطن راح يعبر الجبل باتجاه الشمال مستقبلا فهذا أقل واجب إنه نقدمه لمواطننا الكريم بعد ما عانى من التهجير والنزوح إنه يلقي هذه الخدمة البسيطة والأساسية هي ضمن حياته اليومية فإذا هذه بشرة خير إن شاء الله لمواطننا الكريم الله يبعدهم عن المستشفيات والمراكز لكن الحمد لله متوفرة الأمور اللي يحتاجوها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة احنا نتمنى أنه أول العمليات يكون رافقكم بها يا دكتور نوفل إن سمحتم بهذا الشيء إن شاء الله والله هي يعني إن شاء الله تفضل 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 في صالة العمليات الكبرى يا دكتور والملحقات الخاصة بها حدثنا عن هالمساحة هذه لها فد أهمية هذا المدخل الرئيسي للعمليات لصالات العمليات المدخل منها راح يكون المدخل الرئيسي طيب لأغراض التعقيم للمرضى نعم للمرضى طبعا لأغراض التعقيم تم فصل هذه المنطقة زين حتى تبقى هذه معقمة نقول المريض من يجي بالسدية مالته طيب نقدر نسوي فد تيست توضيحي يتحول على السدية المعقمة ولهنا يتم الإيقاف نعم هذه تبقى خارجية غير معقمة وهذه داخلية معقمة تدخل إلى داخل الصالة أيضا يعني هذا العمل ما كان معمول به سابقا مو بهيج التطور مو بهالتطور هذا كان يعني كان يتم تحويل المريض أما الآن أصبح المريض زلقا أما السلاة فسلم إحنا نشوفها شغلات بسيطة لربما المواطن أيضا نشوفها شغلات بسيطة بس هي عمليا حقيقة لها قيمة معنوية طبعاً بالنسبة لي قيمة فنية المريض وقيمة فنية بالدرجة الأولى ما نتحب نرفع المريض مثلاً خلينا نقول عندك كسر عظم الفخذ تروح من تشيل أنت هذا أكيد مؤلم جداً طيب فهذا الموضوع هو راح يبقى متمدد في مكانه ويتحول بشكل أصولي يتحول مباشرة من زلق السلم طيب وين تحب نتجه الآن في محورنا الأخير يا دكتور نوفل ضمن الجولة الميدانية مع جنبك أو نشوف الأسرة المرضى الطوارئ وحدة العناية المركزة وحدة العناية التنفسية المركزة ما شاء الله هم بنشوف بها نسبة إنجاز وتجهيز متقدمة وواضحة بالنسبة لمواطننا الكريم للأسرة والفردات ايش ناقصها بعد دكتور؟ راح تكون هنا الزاوية الطبية والتمريضية يكون الكادر متواجد بهذا المكان الكادر الطبي نعم لكل مريض اكو شاشة مراقبة راح تكون مربوطة مركزيا هنا مؤسسة وغيراتها راح نشوف هنا الفلتات مالتها راح تكون شاشة مركزية هنا لمرافقة الثمان مرضى هذا ثمان مرضى زائد اثنين عندما العزل هنا يستحيل مرافق او احد او فقط المريض بوحده راح يكون متواجد نعم. مع الكادر الطبي نعم. كم عناية مركز عندنا في المستشفى؟ واحدة فقط هذا الطابق فقط هذا الطابق اكو خطوة او دراسة او خطة انه لتوسيعها خلال الفترة الجاية مجاور عليها طيب أجهزة التنفس الاصطناعي أجهزة التنفس الاصطناعي جي هي أمريكية المنشأ طيب
سرت المريض يابانية كهربائية التحكم كاملة نزل بالمريض زاد طبلة الطعام راح تكون الغسل والتنظيف والإدامة وال من اختصاص من يا دكتور؟ بالنسبة للأجهزة الطبية يعني الأجهزة الطبية وكذلك الأفرشة هذا على الكادر التمريضي أما الأرضيات والجدران على الكادر الخدمي في الكادر الخدمي احنا عندنا أهم شيء النظافة بالدرجة الأولى بعدين عندنا الشركات أكيد نعم همينا بهذا الجانب نصعد إلى الطابق السادس لو الثالث دكتور خلينا نشوف الثالث هذا نموذج لأحد الردهات الجاهزة حاليا ردهة الأطفال هسه احنا طابق الأطفال هذا الطابق الثالث كل الأطفال طيب هذه إحدى الردهات الجاهزة مثل ما تشوف الأسرة أيضا معتنين بنوعية الأسرة بنوعية اختيار الألوان طبعا بنوعية الرسوم الموجودة اليوم على البردات هذه أيضا إلها تأثير نفسي أكيد يعني الطفل اللي يجيك هنا زين حتى لو يريد يطلع بعد ما يطلع بعد ما يشوف هالترتيب هذا يا دكتور بالمناسبة دكتور يعني أكو سؤال أريد أسأله لجنابك رغم الجهود الحثيثة اللي قاعد تبذل من قبل الكادر الطبي بكل مستشفيات العراق وبكل مراكز الصحية في العراق بالمقابل دا يشكون من الاعتداء على الملاكات الطبية من قبل بعض النفوس الضعيفة أين أنتم من هذا الموضوع وكيف ستتعاملون مستقبلا والله يا أستاذ أحمد يعني هي نفسية المواطن تعرف المواطن عنده مريض ما يعرف يعني هذا المرض هل هو خطير هل هو خلينا نقول مريض فاقد الوعي ذوي المريض يعني قد تكون الحالة خطرة طيب. وقد تكون الحالة بسيطة يعني ممكن نتعامل معها طيب. فمن يجي على طبيب مثلا شايف 100 مريض من هيك حالة ويعرف الحالة بأنه هذه بسيطة زين. وقد يتعامل معها ببرود نسبيا طيب. لأنه يعني شايف أو متعامل معها كثيرا عادية ذوي المريض يعتبروها فشي كبير من يشوفون الطبيب أو الكادر يتعامل ببرود كذا قد يثار ويصير طبعا هذا الموضوع غير مقبول الكادر العشير دي يصير ما يتعامل بنرفزة أو قلق أو توتر هذا الطبيب هيك لازم يكون هادئ و... يعني هذا الموضوع ما حاطين هذا الشيء بالحسبان يا دكتور إن شاء الله استعلاماتنا قوية يعني حتى المستشفى مجهز مزود بمركز شرطة عناصر حماية جيد احنا ان شاء الله نشوف هذه الحالة ان شاء الله ولا يعني تطلع عندنا في مجتمعنا يعني بس الحذر واجب قليلة في مجتمعنا يعني مواطننا اصبح على قدر عال ايضا من المسؤولية يعني والوعي والادراك انا قبل ما اريد اختم مع جنابك يا دكتور نوفل اكم مكان اخر نذهب له وعندي سؤال ايضا اريد اتطرق مع جنابك الكريم لو هذه اخر ردها مجهزة كيفكم؟ لا عندي طوابق كثيرة نذهب إلى الطابق السادس يا دكتور مشاهدي الكرام نبقى مع المحور الأخير في جولتنا لهذا اليوم في مستشفى تكريت التعليمين برفقة الدكتور نوفل خزع الحديد والكادر الإداري والطبي خليكم معنا الجناح الخاص تمام؟ طابق السادس الجناح الخاص سمي خاص لمن؟ لأي حالة بالتحديد؟ الجناح الخاص هو عبارة عن غرف مفردة طيب لخصوصية المريض ليس لديها مشتركة طيب. مقابل إيجور هذه بها إيجور؟ أكيد بها إيجور إيجورها رمزية إيجورها قياساً بالمستشفيات الأهلية وبالخدمة المقدمة تعتبر جداً رمزية طيب يعني مثلاً يعني يعني خلينا نقول الليلة تصير مثلاً عملية ولادة طبيعية يجوز تكلف بين 300 إلى 350 ألف إلى 400 ألف بالليلة الواحدة؟ بالليلة يعني الواحدة عملية إذن أفهم من كلامك يمكن حتى نوعية الطعام المقدمة أو الأكل أو الكذا يكون مختلف. في مختلفة تكون مختلفة لأنه يعني مقابل أجور وتأخذ سرير واحد؟ تأخذ سرير واحد مع سرير أيضا مرافق راح يكون وإذا تشوف مجهزة يعني ب مجهزة طاولة بأدوات ومسلزمات طعام و...
هذه اختيارية تبقى عاد يم المريض يم المريض نفسه أو طيب دكتور أكو سؤال لجنابك الكريم. قبل أيام وزارة الصحة يعني صدرت كتاب إلى نقابة الصحفيين العراقيين بأنه الصحفي الحامل نقابة يعني هوية النقابة إلى حق العلاج في المستشفيات بشكل مجاني حتى وإن وصلت إلى مراحل العمليات الكبرى. وصلكم هذا الكتاب؟ عندكم قاعدة بيانات وشو راح تتعاملون مع خلال الفترة الجاية؟ صراحة هو الكتاب بعد ما وصل للبريد الرسمي بس عندكم علم انه قريناه على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن امر معالي الوزير بانه يكون نعم. علاج الاخوة الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة طيب. بالجناح الخاص مجاني بالجناح الخاص بالجناح الخاص طيب واللي هو مثلا يكون مقابل ايجور ولكن للصحفيين يكون مجاني. ان وصل الكتاب شو راح تتعاملون معه؟ عن طريق الفروع فروع النقابة عن طريق فروع النقابة بتزويدنا بالتأييد طيب للمريض الراقد بأنه صحفي يعني زائد هوية نقابة الصحفيين ليس فقط الصحفي حتى عوائلهم يعني مذكورة في الكتاب حتى عوائل الصحفي ما وصلنا بالبريد الرسمي إن شاء الله من يوصلنا بالبريد الرسمي سيئة هيك الآلية راح تصير إن شاء الله تنفق في طبلة المريض ويكون معفى من إجور طيب. إن شاء الله المستحسنة. أنا أريد أختم مع جنابك ومع جناب الأخوة لكن في حديقة المستشفى وأخذ منك الكلمة الأخيرة لمواطننا الكريم إذا سمحت يا دكتور نوفل إن شاء الله تفضل. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الميدانية في مستشفى تكريت التعليمي برفقة مديرها الدكتور نوفل خزع الحديد. دكتور قبل ما أختم الحلقة أريد أسمع منك كلمة أو رسالة تحب توجهها لكل من يتابعنا عبر شاشة قناة صلاح الحديد الفضائية سيما نحن مقبلون على افتتاح هذه المستشفى خلال الأسابيع المقبلة. تفضل. إن شاء الله نتمنى من المواطن أنه يحافظ على نظافة المستشفى مهما توفر عمال خدمة ونظافة تبقى النظافة هي مرتبطة بالمواطن بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى فنتمنى من المواطن أن يحافظ على نظافة المستشفى هي أولا وأخيرا للمواطن. كلام جميل ونحن بدورنا كإعلامك سلطة رابعة معكم يدا بيد ومع الكادر اللي رافقك يا دكتور من أجل أن نجعل من هذه المحافظة نموذجا حقيقيا يحتذى بها من باقي المحافظات العراقية الأخرى. أنا أعرف التزاماتك كثيرا وأشغالك كثيرة أيضا يا دكتور نوفل حقيقة وعملكم من الصبح إلى الليل لكن هذه نقطة إيجابية تحسب لكم أنه خصصوا لنا وقت وأيضا واجبنا أنه نسلط الضوء إعلاميا على هذا الإنجاز المهم يا دكتور نوفل فكل التحية والتقدير ووعدك بعد ما تفتح المستشفى وتصعب بها حركة المواطنين أيضا راح نسوي لقاء مع جنابك ونقارن بين هذه الفترة والفترة المقبلة إن شاء الله. السيد المدير العام بلكي يكون أيضا متواجد نتمنى 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 يعني خلال الفترة المقبلة نتابع لحظة بلحظة. تحياتنا أيضا لدكتور رائد ولكل من إلى بصمة في هذا الملف المهم. الدكتور نوفل خزع الحديد مدير مستشفى تكريت التعليمي كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم وشكرا لجنابك الكريم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وشكرا موصول لكم مشاهدين كرام على طيب المتابعة كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناة صلاح الدين الفضائية. كمسك الختام تقبل تحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين وتحيات كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور. شكرا عزيزي. بارك الله. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. Thank you.